أفضل الصلاة والسلام عليه. علي ابن أبي طالب صلوات رب أصلي وسلم عليه صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أخي الوحي أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين اللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، يا سامعين لمدحه صلوا عليه وآله. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم يكفيكم من عظيم المدح أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. والله لما برى خلقا فأتقنه، صفاكم واصطفاكم أيها البشر، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. خذوا بيدي يا
الأقدام في غدوة الغد أبى القلب إلا حبكم وولاؤكم وما ذاك إلا من طهارة مولدي حبكم مضغتي تشير إلي إن سر الفتى على أبويه مالك النار لن يجد لي طريقا حيث أعددت حبكم لي رفيقا وبماء الولا أورق عودي أفضل الصلاة علي ابن أبي طالب صلوات رب أصلي وسلم عليه صلوات ورد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال لأبي الحسن الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ألا وإن عالم آل محمد لفي صلى وهو سمي أمير المؤمنين فليتني أدركت. نعيش في هذه الليلة الشريفة المباركة وهي ليلة الحادي عشر من شهر ذي القعدة ذكرى ولادة الإمام السلطان علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والسلام. وبهذه الذكرى العطرة نبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين وللصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء كما نبارك للحسن والحسين وللأئمة المعصومين من ذرية الحسين سيما لبقية الله في الأراضين مولانا وولي نعمتنا الحجة بن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله له الفرج كما نبارك لمراجعنا العظام وعلمائنا الأعلام وللأمة الإسلامية وإليكم أيها المؤمنون والمؤمنات ونسأل من المولى العلي القدير أن يعيد علينا هذه الليالي في كل عام ونحن في أفضل حال ونسأل من الله العلي القدير أن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات وأن يبلغنا وإياكم في القريب العاجل زيارة الإمام السلطان علي بن موسى الرضا مع أخته فاطمة المعصومة وأن يرزقنا وإياكم لثمة تلك الأعتاب الطاهرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هذا النص المبارك الذي تحدث من خلاله الإمام المولى أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن الإمام الرضا وأشار من خلاله إلى أمور من بين ما أشار إليه الإمام عليه السلام أن تحدث عن ولادة الإمام المولى أبي الحسن الرضا ولم يكن هذا النص هو النص الوحيد الذي تحدث عن ولادة الإمام وركز على ولادة الإمام عليه السلام وفي طيات الحديث
كانت الإشارة إلى إمامة الإمام عليه السلام وما خصه الله عز وجل من خصائص جعلها للإمام المولى أبي الحسن الرضا. كانت واحدة من تلك الخصائص أن الإمام عليه السلام ولد من أبوين عظيمين، وهما الإمام الكاظم عليه السلام وأمه هي السيدة الجليلة تكتم، وقيل تسمى بنجمة، وسماها الإمام الكاظم عليه السلام بالطاهرة. وحينما يكون الحديث عن كيفية اقتران الإمام الكاظم عليه السلام بالسيدة الجليلة السيدة نجمة، من خلال ذلك الاقتران المبارك تلاحظ كيف أن السماء أعدت لهذا المولود المبارك وما سيكون إليه من منصب إلهي وهو منصب الإمامة. الروايات التي أشارت إلى ولادة الإمام عليه السلام وكيفية تلك التهيئة التي كانت من قبل السماء تبين عظمة هذا المولود. لاحظ بعض الروايات كما هو عن هشام ابن أحمد يقول: سألني الإمام الكاظم عليه السلام وقال لي: هل علمت بأن أحدا قد قدم من بلاد المغرب؟ قلت له: لا علم لي بذلك. فقال: بلى، هناك من قد قدم من بلاد المغرب. فذهبت مع الإمام عليه السلام إلى أحد النخاسين من يبيعون الجواري، وطلب منه الإمام أن يعرض عليه الجواري، فعرض عليه 9، وكلما نظر الإمام عليه السلام إلى جارية من تلك الجواري كان يقول: ليست هذه. حتى سأله الإمام قال: لعندك غير هالجواري 9؟ قال: بلى، لدي جارية إلا أنها مريضة. قال: لتعرض علينا هذه الجارية؟ فأبى أن يعرض تلك الجارية على الإمام. رجع الإمام، يقول هشام بن أحمد: وإذا بالإمام في اليوم الثاني أرسل علي، قال لي: يا هشام، اذهب إلى ذلك البائع واسأله عن تلك الجارية واسأله عن ثمنها ثم أعطه هذا المبلغ. يقول: فرحت إلى ذاك البائع، اشتريت من عنده تلك الجارية بعد أن سألت عن المبلغ، فقال بكذا وكذا فأعطيته، ثم التفت إلي ذلك الشخص قال لي: من الذي كان معك بالأمس؟ قلت له: رجل من بني هاشم. قال: من من بني هاشم؟ قال: من نقبائهم. فالتفت إليه قال: أنا لما ابتعت هذه الجارية رأتني امرأة من أهل الكتاب، قالت لي: لا ينبغي أن تكون هذه الجارية معك، وإنما تكون مع رجل عظيم ينجب منها ولدا يدين له شرق الأرض وغربها. تقول فعلا أخذها الإمام عليه السلام وصار لها شرف الاقتران بأبي الحسن الكاظم.
مرت الليالي والأيام حتى أنجبت ذلك المولود المبارك، وهو سيدنا ومولانا الإمام علي بن موسى الرضا لذكره الشرف والصلوات. هذا المشهد اللي هو فيما يتعلق بأمر ولادة الإمام الرضا عليه السلام يجعل البعض يتساءل. فعلاً إحنا اللي نلاحظ أن هناك مجموعة من الأئمة عليهم السلام قد اقترنوا بجوار، وأصبحنا أمهات للأئمة المعصومين عليهم السلام، وهذا لا يليق بمقام ومكانة الإمام المعصوم. خب بعد أبو الإمام المعصوم هو إمام معصوم، لكن أن تكون أم الإمام المعصوم من عامة الناس واحدة من الجواري، من المفترض أن تكون من بيت ذا شرف وسؤدد ومكانة وعظمة. لاحظ الإمام الكاظم عليه السلام يجيب على هذا الأمر لما أن كان للسيدة الجليلة نجمة شرف الاقتران بالإمام الكاظم عليه السلام، فيبين أولاً على أنه بما أن الإمام المعصوم عليه السلام من أولئك الذين قد اختارهم الله وتميزوا بعدة ميزات كان من بينها علمهم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. علم الإمام بهذا الأمر فعلاً يخلي الإمام لمن يقترن بامرأة كالسيدة الجليلة نجمة لا يقترن بها إلا عن علم بما لها من خصوصيات، بما لها من ميزات يجعل لها شرف أن تكون أم الإمام المعصوم. ولهذا يقول الإمام الكاظم عليه السلام: وما كنت لأشتريها إلا بأمر من الله. أخذت هذه السيدة الجليلة نجمة وكان هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا أن الإمام عليه السلام بما أنه يحمل رسالة رسول الله، رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، من جملة ما جاء فيها نبذ الطبقية بين الناس. نعم أكو هناك من أراد أن يوجد هذه الحالة اللي للأسف لا زالت موجودة عند البعض من الناس، أنه حينما يلحظ في علاقاته مع الآخرين قد يلحظ الجوانب المادية، يلحظ في علاقته مع زيد من الناس أن هذا فعلاً هل يمتلك ثروة، هل هو صاحب وجاهة مادية، صاحب مكانة اجتماعية أو لا، وقد تغيب عنه الأمور المهمة. فهناك من يركز على المظهر وتغيب عنه فيما يتعلق بالجوهر. أهل البيت عليهم السلام من خلال هذا العمل عملوا على أن فعلاً يوجهوا درس إلى جميع الناس كيف ينبغي لهم أن يركزوا على الجوهر. ولهذا تلحظ في الروايات الشريفة: تخطب المرأة لمالها وجمالها ثم يقول اظفر بذات الدين تربت يداك. فهنا الإمام عليه السلام يقول ترى كل هذه الأمور اللي يمكن قد توجد حالة من الطبقية بين الناس وحالة من التمايز بين الناس، من المفترض أن الإنسان لا يلتفت إليها، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا عرف عن السيدة الجليلة نجمة عليها السلام كما سماها الإمام المولى أبي الحسن الكاظم عليه السلام بالطاهرة، لما عرف عنها من عبادة وتقوى وورع جعلها أن تكون في هذه المكانة والمنزلة
فتكون ذاك الوعاء الطاهر الذي يحمل الإمام المعصوم عليه السلام. الأمر الثالث أن أئمة الهدى عليهم السلام بما أنهم يحملون رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله فرسالتهم رسالة عالمية. يمكن فعلاً أنا في علاقاتي مع الناس ألحظ هذه الجوانب مع من أكون علاقة بينما أهل البيت عليهم السلام كرسول الله، لأنهم امتداد لرسول الله، فلهذا تجد أن في علاقتهم لا يلحظون إلا الأمر الذي من خلاله يجعلون هذا الإنسان يسمو بنفسه ويصل بنفسه إلى الكمال. لهذا لمن يتحدث الإمام الصادق عليه السلام عن الإمام الرضا وعن ولادته ويشير إلى تلك الولادة المباركة ويبين ما لهذه الولادة من خصائص حينما يقول صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن عالم آل محمد لفي صلبك، يشير إلى ولادته المباركة وكيف أن ولادة الإمام من تلك السيدة الجليلة نجمة عليها السلام، ثم يقول: وهو سمي أمير المؤمنين فليتني أدركته. إذن فأهل البيت عليهم السلام فعلا حينما يقترن الواحد منهم بأي امرأة لا يقترن إلا وهو يعرف أن هذه المرأة من النساء اللواتي اختارهن الله وجعل لهن هذه الخصوصية وهذه المكانة، ومنهم السيدة الجليلة نجم صلوات الله وسلامه عليها التي هي باب من أبواب الحوائج إلى الله. نسأل من الله العلي القدير بحق سيدنا ومولانا علي بن موسى الرضا وبحق أخته فاطمة المعصومة أن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم يا كريم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أخي الوحي أبي القاسم وفي مدح سيدنا ومولانا الإمام السلطان علي بن موسى الرضا عليه السلام أقول: أفلح من يصلي على قيل لي قيل لي أنت أعرف الناس طرا بالمعاني وفي الكلام البديع لا
لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدور في يدي مجتنيك. فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه، قلت لا أهتدي لمدح إمامي، كان جبريل خادما لأبيه. املأ البلدة زهرا وورودا وانثروا في جوها طيبا وعودا، املأ البلدة زهرا وورودا وانثروا في جوها طيبا وعودا، وانشروا الزينة في أرجائها وسماها، والبسوا ثوبا جديدا، شاركوا الزهراء في أفراحها حيث تستقبل للآل وليدا. هذه الليلة قد شرفنا نجل موسى فغدت للخلق عيدا. هذه الليلة قد شرفنا نجل موسى فغدت للخلق عيدا، ليلة السعد على أهل الورى حيث فيها يعتق الله العبيدا. فرحت منذ أنجبته نجمة، وبه والده أضحى سعيدا. فلنهني والديه فلقد أنجب أعظم خلق الله جودا. فاز بالجنة من قد زاره، ولمن كان له دوما ودودا. مولاي والله مشهد أنشدكم لو إن رحتوا أرض، مشهد أنشدكم لو إن رحتوا أرض، مشهد وصلها الرسالة قبر أبو محمد إلى حضرة جناب الوالي الأمجد. مشتاق لحضرته والله عيوني. مولاي يا أبا محمد والله مشهد أنا بغير العدل يا ناس، مشهد وبعين البصيرة اليوم والله تشهد، شفت قبتل صفت محراب ومشهد كعبة وتنقصد صبح ومسية. وزارة
وزارة لي ودك تنمسح عنا، أو زارة يفوز اللي قصد قبرك، والله يفوز اللي قصد قبرك، وزاره ولا صك الشفاعة من الزكية. قبة مولانا الرضا تلمع أنوارها إلى السماء تسطع، قبة أنوارها إلى السماء تسطع، قبة أنوارها إلى السماء تسطع، قبة أنوارها إلى السماء السماء تسطع، أنوارها تشعر بالبهجة نظارها، تبشر بالخيرات زوارها، حيث بيوم الحشر لا تفزع قبتهما، أنوارها إلى السماء تسطع قبة فيا لها من قبة عالية بفضل مولانا الرضا السامية، محيطها بالتربة تربة مولى للورى يشفع، قبة مولى أنوارها إلى السماء، طوبى لها من ترمة، طوبى لها من تربة ضمنت جثمان قدس وبه شرفت، دون بقاع الأرض قد قدست، حيث أعدت للرضا مضجع قبة أنوارها إلى قبر حوى كنز الهدى والتقى، والملأ الأعلى به حلقا، من أمة معتقد وفقا، لا يخشى من سوء ولا يفزع قبة أنوارها إلى طوبى لمن زار الإمام الرضا، ينجو غدا من حرها واللظى، يفوز بالجنات يوم القضاء، يا زائر السلطان لا تجزع قبة أنوارها إلى فقل لزوار الرضا أبشروا، حقا لكم في الحشر أن تفخروا، شفيعكم يوم الجزاء حيدر، والمصطفى والسادة الركع قبة أنوارها إلى
صب عليكم بالرضا رحمة، فأبشروا بالخير يا شيعة، وجوهكم يوم الجزاء تسطع قبة. فنسأل الله بحق الرضا يرزقنا زيارة للرضا، نرجو بأن نحظى بلطف الرضا، وفي غد لنا الرضا يشفع قب. أنوارها إلس أرجو بجاه العترة الطاهرة، الربح في الدنيا وفي الآخرة، وأطلب الرضوان والمغفرة، ويغفر الله لمن يسمع قبته. وهذه يا رب منظومتي هدية مني إلى سادتي، رجائي أن تقضى بها حاجتي، فإن لي في جودهم أطمع قبة. أنوارها إلس اللهم صل على محمد وآل محمد ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينير الكائنات بنور سيدنا ومولانا الإمام الهمام المولى أبي الحسن الرضا عليه السلام ابن رسول الله، وكانت ولادته في الحادي عشر من ذي القعدة، ولما أن تكاملت الليالي والأيام وفاحت روائح المسك والعنبار وسطعت الأنوار إلى عنان السماء، كل ذلك من نور رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، إلى أن كانت الساعة المباركة وقد حضرن نساء من نساء بني هاشم عند السيدة الجليلة نجمة، وجلسن عندها وصرن يؤنسنها ويحدثنها وهي لا تشعر بألم ولا وجع، وإذا بها قد وضعت بالإمام. أصلي وسلم عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا أبا الحسن يا علي ابن موسى، أيها الرضا يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله
اشفع لنا عند الله يا وجيها. فإنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. اللهم بحقه وبحق آبائه وأبنائه المعصومين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. يا رب العالمين من على جميع المرضى بالصحة والعافية وعلى جميع الأسرى بالفكاك والراحة. وإلى أموات المؤسسين وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات ولمن مات على الإيمان الفاتحة مع الصلوات. أفضل الصلاة.